ايه هو بكلم الخياط، كل واحد يعطيني ثوب ويديه الخياط يفصل على المقاس. استنى انتم عندك على حساب ابشر بسعدك. لكن 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 في رسوم بسيطة حق التوصيل. لا 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 هذا رسوم تسهيل حق التوصيل، حق التوصيل. لا ناشف ده، انا راح نجيبها بس انت تدفع قيمة القماش. القماش تطريز ما في مشكلة. اطيب اطيب اطلع اطلعنا بأحسن حلة قدام المشاهد. يا اخي في حل، دق على احد من اخوانك ولا من عيالك، يجي عند باب تعطيه ثوب قول فصل عليه وانتهى. لا حدك ما يجلس عند الخياط. شفت الرقعة ذي مسكته، شفت الرقعة الثانية انا اشهد. لا انا ايش بسوي؟ قلت اعطني من هذا وهذا 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 يسوي خياطك وش اسمه بروح له. حدك تعرفه كان اسمه، ما علمك خياط البطل الفنان اللي يضبط الثوب. نظامه وش هو؟ انا اللي تفرد يا رجال، الرياض من الخياطين. وقفت خياطي انا فارق يا رجال. الفارق الفارق انا الفارق اللي جعل. ايوه ابشروا والله بالثياب، ابشروا بسعدكم. الخياط على حسابكم، الخياط خياطي. ايوه ذاك انت على مشهدك اليوم معك من ثوب الى 10 ثياب.